جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر رفض التقارير الصحفيه اللي ظهرت مؤخرا وقالت ان هو معترض او ان هو يعني قالب وشه في المعسكر عشان هو الحارس الثالث بعد ما كان في تقارير بتنادي بانه هو يبقى الحارس الاول، لكن الراجل طلع نفى الكلام ده خالص، قال لك انا ما عنديش اي مشكله، انا داخل زي الشناوي والشناوي احمد ومحمد، وهي وجهه نظر كابتن احمد ناجي ومستر خفيار اجري، ما عنديش اي مشكله خالص، انا بدعم الحارس الاول او الاساسي ايا كان هو مين، فما عنديش اي مشكله خالص، ولا قالب وشي ولا متضايق ولا اي حاجه.